انت قد انا هذا انا انسان هاي امكانياتي هذا وضعي كنت في معارضه منهك مطارد من النظام انت ببالك انه انا قاعد مرفه قاعد اعد مراكز دراسات واعد كوادر انا لا جزء كبير من المعارضه كانت في سوريا وفي ايران منهكه بمعيشتها اليوميه جزء باوروبا حتى التغيير اللي صار جزء كبير من المعارضة احنا حزب الدعوة كنا معارضين للتدخل الأمريكي المباشر دخلنا أيام وبدأت التفجيرات وبدأت العملية السياسية اللي أنتجت عن الاحتلال فلذلك ما تقدر تجي تتبع أحلام من حقك أنه تحلم أنه دولة راح يجون مخلصين يدقون الباب علينا ويضمدون جراحنا بس أنا جاي منهك وأنت منهك تحملك وتحملني بس انت ابتداء تريد تحاكمني تقول انت تجربتك فاشله نرجع الى نقطه اساسيه بالحوار العراق يحكم من خلال تجربه ديمقراطيه ومن خلال دستور ومن خلال قانون انتخابات لا يمكن ان اقول ان الاحزاب الدينيه فشلت لا يوجد حزب الان حزب الدعوه لا يطالب ان يطب ان يحول العراق الى بلد شنو اسلامي شنو معيار الفشل والنجاح لا مو هو سيد عباس إنه هو يعني بعد 2003 اللي كل كان حامل شعار والله لا لا اكبر يا علي ريد حاكم جعفري هذا خطاب شعبوي ليش تحاكمني لحظه كان اكو ليش تحاكمني على خطاب جمهور كبير لهذه الاحزاب اليوم احتفظت بنفس المساحه بنفس حجم الجمهور انت طرحتي اكثر من نقطه النقطه الاولى ماكو ولي الا علي وريد قائد جعفري ليش تحاكمني عليه هذا خطاب عاطفي عاشوه العراقيين بسبب دكتاتوريه النظام ما تجي تقول لي انتم ليش ما سويتوا دوله او انتم فشلتوا هاي نقطه النقطه الثانيه انا كحزب دعوه ما اجيت وقلت انا اريد اسوي النظام في العراق نظام اسلامي ابدا انا اقول انا احترم القانون العراقي اللي طاني مساحه من خلالها اقدم خدماتي الى الناس أنا أعترض على اللي يريد يغير الهوية العراقية ويريد يثقف لمجتمع الميم أنا هذا الأعترض عليه وأوقف ببجه